السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين قناة صلاح أبو حسين الزراعي. النهاردة هنزرع معاكم النعناع وهنوريكم النعناع ايه أسباب فشل النعناع. أول حاجة أسباب فشل النعناع المكان الصغير اللي انت هتزرعه فيه. يعني لو بصينا على قصيص زي كده القصيص دوت ايه اللي خلى النعناع ينجح فيه أنا هوريكم. بص أنا مش عارف أقلع القصيص. بص الجذور كانت شابكه فين؟ شابكه في الارض، علشان كده النعناع نجح معاك في القصيص. طيب انت لو زارع في الشقه في فوق الاسطح وزارع النعناع ما كده مش هينفع، لازم تزرع النعناع في قصيص كبير. هوريكم واحده تاني. بص كده دي اهي، شايف الجذور؟ اهي لازم النعناع يتزرع في قصيص كبير عشان يكبر معاك ويشتغل معاك فتره طويله. طيب احنا هنزرع النعناع في القصيص دوت، القصيص متخرم من تحت ايا إن كان انت هتزرعه ماشي، ونحط التربه العاديه بتاعتنا، التربه العاديه كده تمام كده. هنبدا ادي النعناع اهو، لو انت هتشتريه من السوق ماشي هتشتري النعناع، والزراعه سهله جدا، تجيب العود اهو كده اهو، تبدا تزرعه كده. ادي زراعه النعناع. كده تمام، كده احنا عملنا زراعة النعناع. هنبدأ نحط تربة بسيطة تاني اهي كده اهو، ادي التربة البسيطة، نبدأ نعمل كده اهو ونبدأ نروي النعناع بتاعنا. طريقة رواية النعناع، النعناع من النبات اللي بيحب المية، بيحب المية وبيحب السماد العضوي. يعني أنا أجي في فترة زي كده ماشي وهروح شايل النعناع دوت وأبدأ أديله سماد طبيعي. لو قربنا كده، لو قربنا بالكاميرا هنبص، أدي السماد الطبيعي أهو، السماد العضوي ماشي، أدي السماد العضوي في القصيص. هي دي أسباب نجاح النعناع. المية على طول كل يومين تدي مية ماشي، او حسب التربة اللي انت حاططها كل 3 ايام ماشي، والسماد العضوي. واهم حاجة مكان القصيص اللي انت هتزرع فيه يكون قصيص كبير، لو انت عاوز النعناع يفضل فترة طويلة معاك. زي ما حضرتك شفت كده احنا النعناع ضرب الجذور وطلعت ضربت في الارض. هنبص قرب كده، بص بص شايف النعناع بيحب المكان الواسع، الجدر الواسع، الجدر ضرب ضرب طلع ضرب في الارض في التربة، علشان كده النعناع زي ما حضرتك شايف كده اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.